القرآن يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن سفراء الذكر يا ابناءنا يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين سفراء الذكر يا ابناءنا يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين. نأخذ بعض التطبيقات على ما كنا قد تدرسناه سابقا من مخارج الحروف وصفاتها، وبداية بالطالبة شريفة محاوشي، ثم يليها الطالب عبد الحكيم قامو. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. شكرا بارك الله فيكما، ولكن ثمة ملاحظات ينبغي مراعاتها. بالنسبة للملاحظات متعلقة بالطالبة شريفة محاوشي، لا ينبغي الاستعانة بضم الشفتين على تفخيم الحرف في قوله عز وجل إسرائيل، لا نقول إسراء ونضم الشفتين هكذا، يجب أن يكون فيه فتح، فتح خالص مع بقاء التفخيم إسراء هكذا إسرائيل وليس إسرائيل. ثانيا كلمة فضلتكم يعني فيه الضاد هنا، يجب أن تكون خالصة ضاد من مخرجها وليس تكون يعني تخالطها نوع من الضاء، الضاد باستطالة ومخرج يميز من الضاء وكلها تجي، كل مخرجه الضاد مخرجها معلوم درسناه، ومثلها أيضا الضاء، الضاء ليس هي الضاد، فلا نقول فضلتكم فضل فيها نوع من الضاء، لا فضلتكم ضاء. أيضا بالنسبة لصفة الرخاوة في قوله عز وجل واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ينبغي مراعاة صفة الرخاوة في الفاء، لا نقول نفس عن نفس، لا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، نفس نف هكذا تكون رخوة شوية، امتداد فيها امتداد في الصوت مع المحافظة على همسها، يعني تكون بصوت منخفض، ومثلها أيضا الوقف على شفاعة، كنت وقفت وقفا اضطراريا على قولها عز وجل ولا يقبل منها شفاعة، لا ينبغي أن نوقف بالفتح أو نقف بالفتح على العين، بل ينبغي أن يوقف بالهاء الساكنة، لأن التاء المربوطة تبدل كما هو معلوم في حال الوقف هاء، شفاعة
شفاعة مع رخاوتها وهمسها. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. على قراءتك عموما ملحوظة عامة وليس خاصة بالقراءة. أنا التمست في قراءتك أنها غناء. ما معنى غناء؟ يعني يخالطها صوت الخيشوم قليلا، مش قراءة خالصة من مخارجها. المخارج لا بأس بها عموما، ولكن تخالطها صوت ينبعث من الخيشوم. الخيشوم كما هو معلوم خرق الأنف المنجذب إلى داخل الفم والمركب فوق سقف الأسنان، وهذا ينبغي أن يكون في بعض الحروف المعلومة مثل النون والميم وفي الإخفاء وغيرها، معلومة هذه تدرسناها سابقا. كلمة فرعون، أنت قلت فرعون، فر لم تخلص الكسر جيدا، قلت فر، ونتج عنه عدم إخلاص الترقيق كذلك، لا ينبغي هذا. قل فرعون، في أكسر جيدا الفاء كي ينتج عنه ترقيق الراء كذلك جيدا، فرعون هكذا. اتخذتم، ورش رحمه الله يدغم هنا، يدغم الذال في لفظي الأخذ والاتخاذ إدغاما محضا، لا ينبغي أن يخالطها شيء من الذال. أنت قلت اتخذتم، يعني فيها نوع من الذال ولو يسيرة. وأختم بكلمة تشكرون، لعلكم تشكرون، كنا تدارسنا سابقا أن الواو المادية مرققة في جميع أحوالها حتى ولو كان قبلها حرف مفخم. لا نقول تشكرون، وإنما نقول تشكرون. انتبه معي، شوف، ليس رون وإنما رون. الراء تكون مفخمة ثم الواو المادية مرققة في جميع أحوالها، هذا الذي حققه العلماء. وعلى كل حال هذه ملاحظة دقيقة، وسيكون لنا وقفات أخرى مع ملحوظات أخرى متعلقة بأبواب أخرى. هذا والله أعلم وأجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم جميعا. يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، سبراء الذكر يا ابناءنا يا حافظين، للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين، سفراء الذكر يا ابناءنا يا حافظين، للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، بسم الله الرحمن الرحيم.
متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.